قابلت الفنان عبد الرحمن ابو زهره في لقاء كده قريب الفتره اللي فاتت ولا لا؟ لا احنا مالنا بقى الموضوع ده بقى، احنا مش عايزين نفتحه تاني خلاص. ما قابلتوش شفتوه ولا لا؟ بس حتى لو شفته ما احنا مش هنفتح باب نقاش في المواضيع دي تاني. انا بحترمه وبحترم سنه، وخلصت الموضوع خلص، وانا مش عارفه يعني مش عارفه اقول ايه يعني. حقك علي يا استاذ عبد الرحمن، وانا بقى معلش كنت طايشه شويه، بس ما يعني ما قلتش كل حاجه، انا ما قلتش كل حاجه، انا قلت ربع الحاجات اللي حصلت بس، وما ذكرتش اسمه، انا ما ذكرتش اسمه. هي بقت ترند، انا مش فاهمه يعني ايه ترند، كنت وقتها ولا اعرف ولا جبت سيرته، بس كبروها بقى السوشيال ميديا بقى، واتبهدلت وتهزقت. وبعد كده رجع الجمهور لما شاف مداخلتي مع الاستاذ وائل ابراشي، رجع اعتذر لي كله، قال لي ما تزعليش حقك علينا، لما انا يعني فعلا تعب لي اعصابي، خدت لي 15 يوم مشاكل في البيت وخناقات وبتاع بسبب الموضوع ده، وعدى الموضوع الحمد لله. الف سلامه، ودايما يا رب متميزه وفي نجاح وتالق، وان شاء الله نقابل كده ونسجل معاكي تاني وانت في نجاح حبيبي. وانتوا دايما كده منورينا، وبتيجي اللوكيشن وتغطوا احداث الافلام والمسلسلات، وشكرا لكم جميعا.